بتفوتي عبوظه دايما في عندك طعم شكل تاني، طعمات اللي ما تلاقيهاش بكل كل محل بوظه تاني، مثل ليالي بيروت، مثل البحتي. ادم بيقول لي شو كنت تاكل انت صغير؟ قلت له كنا نعمل حليب مع رز، عملنا منه بوظه. بس تحكي لهم شو يعني بحتي اللي هي رز بحليب، الناس بتلهبت بتصير بس بدها البحتي. علاء سويطات من قرية ترشيحة، عمري 37 سنة، صاحب مطعم ألوما، مطعم غربي، وصاحب شركة بوزا اللي هي شركة عربية يهودية. بدايتي كانت من جيل 17 سنة، بديت أشتغل مطعم غربي، مطعم كان اللي فتحوه زوج يهود بالقرية عنا. تقدمت وصرت المدير تبع المطعم، صرنا شراكة، وبعد الشراكة صرت صاحب المطعم. بوزة هي آيس كريم طبعاً. الفكرة كانت من شاب من كيبوت ساسا اللي هو تعلم بإيطاليا كيف بيعوا البوزة. إجا عندي على المطعم وقال لي علاء بعرفك من هون، أنت بنادم ناجح وحابب أعمل إشي بقرية عربية، حابب إشي هاي القرية زي القرى اللي موجودة بإيطاليا، القرى الموجودة غاية، الحياة الحلوة الموجودة بالشارع كيف ما إحنا شايفين هون بترشيحة. من هون طلعت الشراكة، الشراكة صار لها 10 سنين بال 2011، صار لنا 10 سنين بالشراكة العربي يهود. ببوظة الإشي المميز إنه إحنا منشغل كل الناس، منشغل العربي اليهودي المسيحي المسلم، وطموحات واسعة كتير، طموحات الواحد بيشوف إسا عمليات السلام اللي عم بتصير مع الدول العربية، هاي الإشي بينطيكي طموحات، بينطيكي فكر جديد وتوسع بالفكر، وهذا الإشي أكيد بحفزني. وبتأمل أنا كعربي اللي عندي شراكة مع يهودي إنه أنقل هذا المحل لباقي محلات بإسرائيل، وإن شاء الله بنقدر نصل للدول العربية ونصل لخارج البلاد.